الامتحانات المصيرية في هذا الشهر الفضيل، وذلك بسبب تأثير الصيام وارتفاع درجات الحرارة. وقد اختلفت الفتاوى في إمكانية صيام التلاميذ، إلى أن شيوخ الجزائر أكدوا أن الأصل والأصح هو الصيام. إذن هو موضوعنا اليوم لعدد جديد من برنامج صوت البلاد، تابعوا معنا. اللي عنده إرادة يصوم، صوموا تصحوا. لا، اللي ما يصومش اللي مريض ربي يحاسبه. إنسان مريض يحاسبه ربي، لو كان ما ياكلش على خاطر يجيب تهلوك لصحته. ما الإنسان اللي صحيح وقادر يصوم يصوم، وبالصيام هذاك ينجح. سمعتي؟ يعقب الامتحان ولا ينجح. يقدر يركز عادي. يقدر يركز، نعم. نجم يركز عادي وينجح ولا بس عليه. هذو شباب جايين للمستقبل يقراو، يقراو راهم قابضين الجزائر. دوك هاد الناس يروحوا صايمين في عمره 17 19 سنه، يعقب في الباك والضغط والدروس راهي قاويه عليهم. هذه كما قالوا العلماء تاع مصر يتبعوهم، خاطر بعض العلماء احنا في الجزائر هنا ماهمش رجلي، رانا نشوفوا كل واحد كيف راه يقول. انا كان تولي ليا انا واحد وليدي يعقب باك ولا بنتي نقولها كولي، خاطروا على العلماء هم هضروا، ثاني مصرهم ثاني علماء جامع الازهر منهم يعرفوا، ماشي احنا نشوفوا غير هنا ولا سعوديه. قال لك ياكلوا رمضان كلوا رمضان، وعلاه رايح يخدم يعمل عامل انسان راه جاي للمستقبل، هذا راه جاي للمستقبل الجزائر. انت راك مقبل على اجتياز شهاده البكالوريا؟ نعم ان شاء الله. قل لي خويا، انت راك ان شاء الله يعني تشوف انه الصيام ياثر فيك على لو كان يعني على امتحان البكالوريا ولا لا؟ لا لا لا، هي بالحقيقه تسبى على سبح يتكل على ربي، و هذا ما كان ما ياثرش عليه رمضان نورمالمون، و سا ديبون العبد اذا يقدر ولا لا. و ليكزام ما شكيتش ياثر على الصيام، باسكو ماشي بزاف ما تاخذش وقت ولا نورمال، الواحد يتكل على ربي و صباح خير والعشية شو سخانة وكاع تسمى. الدين تاعنا يسر، ماشي الدين تاعنا يسر، يسمى كيما هذه الفتوى اللي داروا المشرق تاعنا، أنا معاهم في الرأي هذا. لا خطر على باش يسهلوا على التلاميذ تاعهم. لا خطر على، شفنا حتى ربي سبحانه في السفر كيما يقولوا تاع طريق بعيد هكذا صاف، عطانا رخصة باش نفطروا، عطى المريض باش يفطر، عطى كيما عطى الصلاة العايب كي يصلي قاعد، يصلي كيما نقولوا راقد، عنده عذر. ايه عنده عذر، مادام المشايخ تاع داروا الفتوى للطلبة، انا نظن هذه راهي في الصواب، يفطروا. ونزيد على اولادنا هذوما، مادام ربي سبحانه هو يرحمهم، من في الارض يرحمكم في السماء، احنا اولادنا. انا ذكرى وليدي هذا كان يصوم، قال لي رجعت بابك توفطر، ماشي نحتم عليه بس، والدراري هذو تالي عندهم وقت يعاودوا يخلفوا وراه المشكل. خويا قلت لي جوزت البيام سي سا، كاين بزاف هم يقولوا باللي يعني الصيام ياثر على الممتحنين هذوما اللي يجوزوا الامتحانات المصيريه، انت واش تقول لهم؟ البومي جو كي تكمل على الخمسه سي فغي اثر. انا قبل التربيه المدنيه كنت عيان كنت طايح ما قدرتش ندير والو، فبصح من بعد واحد يوالف. البومي جو صح يجي واعر بزاف، باسكو ماشي مالف تقا تربية مدنية وإسلامية، حشية تجي واعرة بزاف. دوزيام جو تجيك ساعلة، تخوازيام كملو صباح نورمال. ماشي نورمال، لازم واحد يصوم. إكسكيوز تاع مدنية ولا تاع لغة مع باليش وشنو، سي فو. ما تقدرش تروح تقولي لي ماك نحن نصوم، ومام طون نحن ندير ليكوغ ولا هكذا، باسكو ندير هكذا ولا نحن نصوم باسكو نحن ندير سبور، ما كاش منها، سي لا ميم شوز. أنا عندي امبوسيبل يصوموا. أنا بنتي تصوم نورمال، تصوم شوية عامة رقيقة شوية، بصح تصوم نورمال، قالش منها تاكل رمضان. هذه اللي تجوز الباك ماكش خايف عليها تنضر شوية ولا؟ لا شوية يغلبها رمضان، معايا شوية قليلة قليلة الصحة، معناهاش خليها تصوم، خاطرش كي تصوم طيح لها السكر. أنت هي واش تقول لك؟ هي يحب تصوم، قلت لها ولدي كي تكون تقرا تصوم، هي قالت لك لا نصوم، خاطر حتى شربوها الماء طاحت في المسجد يعني. خاطرش تقرا في المسجد تاع بيلكون. مش من الناجح ما دام يجي تربح راه يتعقب ما دام ان شاء الله تطلع فيه زوج
انا ندير عليهم عرس في زوج ان شاء الله يربحوا، من الشيخه تاعها ولا فرحت بها ان شاء الله، ودعي لهم ان شاء الله يربحوا ان شاء الله، يعطيك ربي يعطيك بالصحه وصحة فطركم. والامر تاع الباك ماهوش حاجه اللي صعيبه ولا امر معقد ولا اللي لازم له تكسر الراس ولا الرسول صلى الله عليه وسلم اول غزواته كانت في شهر رمضان الحرب، ماشي قال راح تجوز الباك، الباك راك مريح كليماتيزي كاين الهواء كاين لي كوموديتي كاين تاويل كاين لي مويا الور نورمالمون دابري ماشي حتى وين يشوف لي فيها المفتي ولا كذا، الاصح انه يصوم ويتوكل على ربي وفيها بركه ويوجد روحه وينوض يسحر وكذا ويقدر يشد ماشي حاجه ماشي فريمون. ان شاء الله توفيق وان شاء الله ينجحوا، والاصح هو يتوكلوا على ربي العالمين وتكون عندنا شبيبه ويكون عندنا جيل اللي يشوف للمستقبل، وان شاء الله الاجيال هذه تعتمد على العلم بارس كما قال بوضياف الله يرحمه، باش فاتونا احنا الجناس فاتونا بالعلم. الصوم ما عنده حتى معنى باش طالب انه يتحجج باش يقول لك انا ما نقدرش نجوز الباكالوريا ولا، لانه الصوم بالعكس يمدوا القوه يمدلو، فقط نعطيهم كان نصائح يسحروا مليح ويرقدوا بيا هذا معك.